وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطح. نعم، هذا الحديث أورده للدلالة على أن السمك والجراد ميتتهما طاهرة، لأنه يجوز أكلها فتكون طاهرة. وأما الكبد والطحال فإنهما وإن كان أصلهما دما إلا أنها ملحقة بالأعضاء التي ليس فيها الدم، إذ أعضاء الحيوان مأكول اللحم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما فيه دم، وما ليس فيه دم، وما كان فاصلا بينهما. فما فيه دم وهي الأحشاء الداخلية تباح بالذكاء، وبدون ذكاة حرام. فلو أبينت إبانة كأن قطعت رجل أو إلية من حيوان مأكول اللحم فإنها حرام لأنها لم تذكى. ما أبين من حي فهو كميتته. النوع الثاني ما كان من الأعضاء لا دم فيه، كالقرون والشعر والريش، فنقول هو طاهر من الحي والميتة. النوع الثالث ما كان فاصلا بينهما وهو الجلد، فالمشهور أن الجلد لأن فيه دما لا يكون طاهرا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون من مذكى مباح، وأن يكون مدبوغا. والرواية الثانية أنه يكتفى بالشرط الثاني دون الشرط الأول، لأنه ملحق بما ليس فيه دم لأنه يطهر من الدم. وأما ما يكون الدم فيه مثل الأحشاء الداخلية لأنه يجري فيه الدم فإنه لا يطهر إلا بالتذكية، أو لا يباح إلا بالتذكية.